السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي أبطال سنة ستة، أهلا بيكم. واللغة العربية مع ميس مية حسني. النهاردة درسنا مهم جدا لأنه أول تعبير كتابي. كلنا عندنا مشكلة في التعبير الكتابي، بنبقوا محتارين ومش عارفين نكتب إيه، وجمل طويلة ومحتاجين حد يساعدنا. هتتابع معايا وإن شاء الله أول موضوع تعبير كتابي عندنا بعنوان كتابة مذكرات يومية. من بعد الفيديو دوت أنت هتبقى قادر تكتب المذكرات اليومية. احنا قلنا عنواننا اسمه ايه؟ كتابة مذكرات يومية، تسجيل لأهم الأحداث والمشاهدات اليومية التي تمر في حياة الإنسان. يعني انت حصل معاك موقف مهم، يوم مهم في حياتك، ممكن تسجله بطريقة أدبية. يعني ايه بطريقة أدبية؟ يعني بطريقة بلغة عربية سليمة، وبالطريقة دي انت بتسجل مذكراتك اليومية، يعني أحداث حياتك اليومية. في ناس عندها هواية كتابة مذكراتها، في ناس عندها هواية انها تسجل ما يحدث لها سواء كان مهم او مش مهم، هي يهمها انها تسجل ما يحدث لها. الفكرة اصلا في حد ذاتها فكرة جميلة جدا، وانت لو من دلوقتي بدأت تسجل مذكراتك بعد ما تكبر وبعد ما تبقى مستقل في حياتك او محقق نجاحات كتيرة، تسترجع هذه المذكرات القديمة اللي بقى لها مثلا 10 سنوات او ما اكثر بقى، وربنا كده يديكوا العمر والنجاح كله. لما تسترجع ذكرياتك القديمة ومذكراتك القديمة ستشعر بالسعادة من الأحداث اللي عشتها قبل كده، وهتاخد منها عبر وهتاخد منها فايدة ودروس. طيب ازاي بقى انا اسجل مذكراتي اليومية؟ تعالوا اولا نقرأ مذكرات واحد من الناس اليومية ونعرف هو عمل ايه، وانت بعينك حاول تلاحظ هو بدأ ازاي وقال ايه وختم ازاي. الصفحة دي هي صفحة لمذكراته اليومية، هي صفحة المذكرة بتاعته. شايفين قد ايه؟ شايفين كام سطر؟ يعني مجرد صفحة. يبقى هي المذكرات اليومية بحكي عن حدث او عن حكاية بصفحة واحدة، تمام؟ وغالبا بيكون الكلمات اللي انا استخدمتها ما بين 50 لـ70 كلمة، من 50 لـ70 كلمة. براعي فيهم طبعا، بما انها لغة عربية براعي فيهم سلامة اللغة العربية. يعني ايه سلامتها؟ يعني ما يكونش في اخطاء املائية، يكون لو كلمة فيها همزة احط لها همزتها، كلمة بدون همزة مفيش داي احط لها الهمزة بتاعتها، تمام؟ وهكذا الاخطاء الاملائية اللي احنا بنقع فيها نحاول على قد ما نقدر نتفاداها في التعبير الكتابي في المذكرات اليومية. ايه كمان اهتم بيه في المذكرات اليومية؟ اهتم بالخط، خط يكون واضح. يبقى احنا لازم نهتم بالخط، يكون خط جميل، لازم نهتم انها تكون خالية من الأخطاء الإملائية، وعلشان تكون الكتابة بتاعتي صحيحة إملائيا لازم أراعي علامات الترقيم. عارفين علامات الترقيم؟ كانت ايه علامات الترقيم؟ اللي هي الفاصلة والنقطة والنقطتين الرئيسيتين، علامة استفهام، علامة تعجب، وهكذا. كل الكلام ده احنا متدربين عليه، احنا هنا بقى هنطبقه. تعالوا نقرأ المذكرات اليومية. البداية بيقول اليوم الجمعة، التاريخ 7/10/2022، الساعة 11:30 صباحا، ومكتوبة بالارقام ما بين قوسين. العنوان اهو: صدفة جميلة. لم يكن يوما عاديا، بل كان من أسعد أيام حياتي. لاحظ كده إن هو بيتكلم عن نفسه، تمام، بصيغة التحدث عن نفسه. ولدت بمحافظة الإسكندرية ونشأت وتربيت هناك، وعندما انتهيت من المرحلة الابتدائية التحق أخي بكلية الطب بالقصر العيني بجامعة القاهرة، فقررت الأسرة أن تنتقل إلى القاهرة لنسكن بالقرب من جامعة أخي. وفي يوم الجمعة ذهبت إلى السوق لأشتري بعض الخضروات والفاكهة، فقد اعتدت مساعدة أمي في شراء ما تريد طوال العطلة الصيفية. وعندما انتهيت من شراء ما أريد ودفعت الثمن، سمعت صوتا يهتف باسمي بصوت عال قائلا: سالم. هل هذا معقول؟ نظرت للخلف فوجدته صديقي علي. سعدنا برؤية بعضنا كثيرا، ودار بيننا حديث طويل
عرفت من خلاله أنه جاء مع أسرته لزيارة جدته التي تسكن بجوار منزلنا الجديد، فدعوته إلى زيارتنا لنحكي أكثر عن حياتنا وما طرأ عليها من تغيرات. وفي النهاية قررنا أن نظل على تواصل دائم. طبعا احنا قرأناها بسرعة، لكن هنرجع نقرأها تاني، ولكن المرة دي هنحللها. يعني ايه هنحللها؟ يعني هنحاول نقسمها الأجزاء ونعرف البداية كانت ايه، النهاية كانت ايه، الحاجات اللي بنراعيها في المذكرة. أول حاجة بدأ بيها كانت ايه؟ كانت اليوم والتاريخ والساعة، فده بنسميه تحديد الزمن. يبقى أول حاجة لازم تتحقق، لازم أحققها في المذكرة بتاعتي، إن أنا أحدد الزمن، وده بنسميه العنصر الأول. العنصر الأول هو تحديد الزمن. طيب بعد كده لقيته كاتب في نص السطر كأنه عنوان، وفعلا هو ده العنوان. يبقى تاني عنصر هو إن أنا لازم أحط عنوان للمذكرة بتاعتي. بعد كده يبتدي يقول لم يكن يوما عاديا بل كان من أسعد أيام حياتي. ده بدأ الجملة أو بدأ الحكاية بتاعته بتشويق، بجملة مشوقة، جملة مثيرة، عشان خاطر ده كأن ده هو انطباعه عن هذا اليوم اللي في حياته. يبقى بيبتدي بعد العنوان بيضع حاجة اسمها جملة افتتاحية، اسمها جملة افتتاحية، ودي من ضمن عناصر كتابة المذكرة. يبقى العنصر الثالث هو الجملة الافتتاحية. بعد كده بيبتدي يسرد، يعني يحكي للأحداث اللي جرت معاه في هذا اليوم. وهو بيحكي الأحداث بيقول على شخصيات، بيحكي شخصيات معينة. فمن ضمن الشخصيات اللي حكى عنها، حكى عن أخوه اللي انتقل للجامعة في القاهرة، تمام؟ وحكى كمان عن أمه اللي بيساعدها في شراء الخضروات والفاكهة من السوق، وحكى عن صديقه الذي قابله اللي هو صديقه علي. وفي وسط الحكاية ذكر اسمه اللي هو ده، كان اسمه سالم، هو اسم صاحب المذكرة، اسم صاحب اليوميات، تمام؟ فالمفروض ان وانا بكتب مذكرة بضمنها للشخصيات، وانا بحكي الحكاية بحط شخصيات، ولازم تكون الشخصيات واضحة، تمام؟ يعني وانا بسرد الحكاية ما لخبطش الدنيا واخلي اللي بيقرأها يتوه ومش عارف مين عمل ايه. لا، لازم الشخصيات تكون واضحة. عشان تكون واضحة بعطي اسماء للشخصيات بتاعتي، تمام؟ بعد ما حكى في النهاية خالص قال لي وفي النهاية قررنا أن نظل على تواصل دائم. دي تعتبر الحاجة اللي ختم بيها المذكرة بتاعته، فبنسميها جملة ختامية. يبقى احنا كده هو تقولنا كم عنصر؟ قلنا كتير. تعالوا نلخصهم مع بعض تاني ونشوفهم بوضوح قصادنا. العناصر التي يتضمنها التعبير الكتابي اللي هو كتابة مذكرات يومية اللي احنا بنحكي عنه النهاردة، اهم بالترتيب يا اولاد، 5 عناصر. اول عنصر تحديد الزمان، حدد اليوم والتاريخ، اليوم الجمعة الساعة 11:30 صباحا، وحدد لي كل الزمان بدقة. تاني حاجة عمل عنوان للمذكرات كان صدفة جميلة، صح؟ وبعدين حط الجملة الافتتاحية لما قال لم أنسى هذا اليوم أبدا وكان يوم جميل. وبعد كده بدأ يسرد الأحداث، وهو بيسرد الأحداث حدد لي المكان بتاع الأحداث لما قال لي القاهرة، ولما حصلت الصدفة بينه وبين صديقه كان في السوق. فهو وانت بتسرد الأحداث لازم تحدد مكان الأحداث، وتحدد كمان ايه؟ تحدد اسم صاحب المذكرات والشخصيات اللي لها علاقة بالأحداث، ذات العلاقة بالحدث. وفي النهاية يختتم المذكرات بجملة ختامية. وقلنا طبعا هنراعي جمال الخط، عدم وجود أخطاء إملائية، وهنراعي وضع علامات
الترقيم اللي احنا عارفينها. تمام، تيجي نشوف كده اهوت ممكن يجيني السؤال فيها ازاي في الامتحان. التدريب هنا بيقول لك بالاستعانه بالمعلومات التي امامك في الجدول هنا اكتب مذكره مراعيا تسلسل العناصر والفكر. ايه مراعيا تسلسل العناصر والفكر دي؟ ما تقلقش، يعني انت هتراعي ان الاحداث والافكار اللي بتقولها ما تكونش بتتلخبط زي ما انا قلت من شويه. طيب انا هيساعدني ايه؟ هيساعدني الجدول ده جدا. لو تبص كده هتلاقي كمان، هتلاقي ورقه المذكره جاهزه ومحدده لك مكان، او جايه لك متحدد مكان اليوم والتاريخ والساعه والعنوان ومكان للجمله الافتتاحيه وسرد الاحداث والجمله الختاميه. انا كل اللي عليا ان انا هملى الفراغات ديت من الجدول. التاريخ هنا هو يوم الاثنين 13/2 سنه 2022. التاريخ 13/2 سنة 2022. ساعة هو مش عاطيها لي، فأنا ممكن أحددها بنفسي ولتكن مثلا الساعة 9 صباحا. وهقول لك ليه اخترت الساعة 9 الصبح. العنوان اللي عاطيه لي كان فوز مستحق. يعني إيه فوز مستحق؟ يعني يستحق الفوز. الجملة الافتتاحية يوم لا ينسى. ممكن نقوله بقى الجملة الافتتاحية ديت غير العنوان. تمام، الجملة الافتتاحية معناها ان انت هتعمل لي جملة تامة، هتحكي لي عن حاجة حصلت. فممكن نقوله كان ذلك اليوم يوم لا ينسى، وهحط نقطة علامة الترقيم بتاعتي، هحط علامة الترقيم بتاعتي مش هنساها. سرد الاحداث، طب ايه الاحداث اللي انا هذكرها؟ خلي بالك هي جايه لك بالترتيب. توتر وقلق من الفشل، التدرب جيدا، يوم المسابقه والسباحه، رغبه في الفوز، مساعده الاهل وتشجيعهم، الاحتفال في المساء بين الاهل والاصدقاء. طيب طبعا هو عاطيني الاحداث مجرد عناوين. تمام، انا مطلوب مني اربطها في حكايه شيقه مثيره زي المذكره اللي قراناها. تمام، طيب انا عايزه اربطهم مع بعض ازاي؟ واضح ان الحكايه هنا بتحكي عن سباحه وعن مسابقه وعن حاله توتر وقلق وعن حاله تدرب ثم تشجيع من الاهل وفي النهايه الاحتفال في المساء، يعني واضح ان هو فاز واحتفلوا بالفوز. تمام، فانا هحكي وهتخيل ان ذلك يوم يقضيه البطل بتاعنا مثلا وهنقي له اسم وليكن علي. تمام، واتفقنا انه بيكتب مذكرات يوميه. تمام، فانا هتحدث عن نفسي، يعني لما هبتدي الحكايه كده هقول ايه؟ كان ذلك اليوم هو يوم بطولة السباحة. ما ده اللي احنا فهمناه، ان في بطولة سباحة. وممكن نقوله مثلا ان الكاتب او صاحب المذكرة هيقول ان هو صحى الصبح واحساسه كان ايه وباقي الاحداث بالترتيب. ممكن نقول مثلا استيقظت في ذلك اليوم الساعة 7 صباحا، حيث كان ذلك اليوم الخاص ببطولة السباحة. طيب مش احنا كنا قلنا ان لازم يحط المكان او لازم الموضوع بتاعي يتضمن المكان بتاع الاحداث؟ طب فين مكان الاحداث؟ اكيد في نادي. تمام، فممكن نقوله ببطولة السباحة في النادي الكبير بالبلد، وحط نقطة. احنا قلنا هنحط علامة ترقيم. ها حصل ايه؟ هيحكي عن نفسه أنه كان يشعر بتوتر، فهيحكي عن نفسه باستخدام ضمير المتكلم وهيقول كنت أشعر بتوتر وقلق. طيب في ضمن الأحداث اللي أعطاهوني في الجدول أنه كان في تدريب شاق. تمام، فاحنا هنقول برضك لازم نضمن ده. قال كنت أشعر بتوتر وقلق
وقد أديت تمارين كثيرة. هحط فاصلة منقوطة لأني هقول السبب، واحنا واخدين في علامات الترقيم ان الفاصلة المنقوطة توضع بين الجملة وسببها، تمام؟ فهنا بيقول أديت تمارين كثيرة، السبب ايه؟ رغبة مني في الفوز، رغبة في الفوز، وهحط نقطة. طيب حصل ايه بعد كده؟ نبتدي نسرد الأحداث. وقد شجعني أبي وأمي وأصدقائي كثيرا. تمام، إيه اللي حصل بعد كده؟ هحط فاصلة عشان هكمل الأحداث. وكان ذلك سببا في الفوز، حيث حصلت على المركز الأول. طبعا بما انه بيحكي عن حاجة وعن مذكرات فأكيد اليوم ده مهم جدا، فقد حصل على المركز الأول بالبطولة. طيب باقي الأحداث احنا هنعتبر دي مش موجودة، لأن باقي الكلام لازم يتم في سطر واحد، تمام؟ فأنت المفروض تبقى عندك مساحة كافية تكتب فيها. طيب حصل ايه بعد كده؟ وانتهى السباق، وفي المساء احتفلت مع أسرتي بالفوز في جو مليء بالبهجة والسعادة، وحط نقطة. طب هو كده احداث اليوم بتاعته خلصت، فاضل نعمل ايه؟ فاضل نعمل الجملة الختامية. حقا فانه يوم لا ينسى. كده انا كتبت المذكرة بتاعتي بكل عناصرها، يا رب تكونوا استفدتم، ويا رب تكونوا تقدروا تحلوا نماذج اخرى من المذكرات اليومية.